ليست إلا حاسيس كل العرب، وليست إلا هي بعض المشاعر ما نحس ونشعر به في هذا اللقاء ومع المنتخب المغربي. هنا أنا عربي، أنا مغربي، هنا أنا عماني، ولدت في تونس وعمري زاد عن 1000 وأمي لم تزل تحبل. أنا عربي في بغداد لي نخل وفي السودان شرياني. أنا مصري موريتانيا وجيبوتي وعماني. خلصت خلصت خلصت. وتألق جوبو كوستا، تألق جوبو كوستا، تعود في الجانب المقابل، مغربية من جديد، لكانت مستمرة وقائمة، مرتدة الآن، مرتدة الآن، لكن جوبو كوستا في التوقيت المناسب، جوبو كوستا في التوقيت المناسب، المحاولة تعود مرة أخرى لمصلحة المنتخب المغربي، كادت، 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 عبيدت الآن، تحولت الآن، تعود لمصلحة المنتخب البرتغالي. محاولة عرضية في منطقة الجزاء. خلص 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 إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى رمية التماس عن طريق اليامة.